السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معكم مامة عمر. فيديو النهاردة ان شاء الله نفذ فيه الكلوك اللي حضراتكم شايفينه ده، او السليبر، على شكل مينيونز. الكلوك يا بنات يتنفذ صبيان وبنات مع تغيير الالوان، نقدر ننفذه ان شاء الله باي مقاس. انا عملته مقاس من 4 سنين ل6 سنين، تمام؟ وزي ما قلنا نقدر ننفذه بأي مقاس. هنستخدم أي خيوط صوف معنا، تمام؟ هنحتاج الـ4 ألوان دي. لو هنعمله صبيان هيبقى هنستخدم اللون الأصفر والأزرق. لو عايزين نغير ونخليه بناتي هنستخدم بدل الأزرق لون روز أو بينك. طبعا وتقدري تغيري في الألوان براحتك. أول حاجة هنعملها دايرة سحرية، هنبدأ نعمل الدايرة بالشكل ده، تمام؟ وهبدأ ارتفع 2 سلسلة وهشتغل داخل الدايرة بتاعتي دي، هشتغل 12 عمود بلفة، تمام؟ شغلنا كله عمود بلفة. العمود بلفة بنشتغله ازاي؟ بلف الخيط على الابرة، باخد الخيط اهو على الابرة كده اهو معايا، بدخل جوه الدايرة اسحب الخيط، بعدها بطلع من حلقتين في حلقتين، تمام؟ هكمل 12 عمود بلفة بنفس الطريقة اللي اشتغلناها دي، تمام؟ تمام يا بنات كده. هنكمل كده، كملنا 12 عمود بلفة. هبدأ اقفل الدايرة. هقفلها ازاي؟ هشد الخيط القصير كده اهو، هضيق الدايرة بتاعتي، تمام؟ بعدها هقفلها بمنزلقة. هقفلها فين؟ اول سلسلة ارتفعت انا بسلسلتين، في تاني سلسلة هقفل بمنزلقة بالشكل ده، تمام؟ كده معانا في الدايرة 12 عمود بلفة. السطر التاني هرتفع 2 سلسلة وهبدأ اشتغل تزايد في كل حلقة. كده هشتغل في نفس المكان اللي ارتفعت منه عمود وهبدأ اشتغل فوق كل حلقة تزايد. التزايد اللي هو ايه؟ هشتغل 2 عمود في نفس الحلقة، يعني 12 عمود هيكون معايا في السطر التاني 24 عمود، تمام؟ كده يا بنات كملت التزايد بتاعي. لو عدينا السطر التاني هنلاقي معايا 24 عمود. هبدأ اقفل بمنزلقة بنفس الطريقة في اول سلاسل ارتفاع، اول سلسلتين في تاني سلسلة بقفل بمنزلقة، بعدها برتفع ب2 سلسلة هشتغل في نفس المكان كمان عمود، تمام؟ بعديها هشتغل غرزة فردي. الغرزة التانية تزايد، انا بدأت بالفردي، يبقى الحلقة اللي جنبها هشتغل فيها تزايد. التزايد اللي هو هشتغل 2 عمود في نفس المكان، تمام؟ هكمل بنفس الطريقة دي لآخر السطر، هشتغل غرزة فردي، الغرزة اللي جنبها تزايد. تمام كده خلصت السطر بتاعي. هبدأ أقفل بمنزلقة زي ما تعودنا بسلاسل ارتفاع. كده أنا خلاص خلصت التزايد بتاعي. كده يا بنات التزايد تمام للسن اللي أنا شغال عليه. لو جينا قسنا المقاس ده هنلاقيه قد مشط الرجل. لو حابين نكبر عن كده هنشتغل سطر كمان تزايد. السطر ده هيكون عبارة عن غرزتين فردي والغرزة الثالثة تزايد. بس انا خلاص هوقف التزايد على كده في السطر الثالث. هبدأ السطر الرابع، هعمل ايه؟ هرتفع 2 سلسلة هشتغل في نفس المكان كمان عمود بلفة
وهبدأ أشتغل فوق كل عمود عمود واحد بس. خلاص هنوقف التزايد وهنشتغل فوق كل غرزة غرزة واحدة بس. تمام يا بنات؟ تمام إن شاء الله. إيه طبعا بنشتغل لنهاية السطر وبنقفل بنفس الطريقة اللي تعودنا عليها. احنا بنرتفع 2 سلسلة بقفل في تاني سلسلة ارتفاع ارتفعت بيها، هكمل لنهاية السطر ونقفل بنفس الطريقة. هعمل ايه؟ هشتغل سطرين، انا كده هو 3 سطور بتوع التزايد، بعديها هشتغل سطرين باللون الاصفر، بعديها هرجع معاكم نشوف هنغير اللون ايه ازاي. هبدأ اشتغل سطر باللون الاسود. تمام كده هو يا بنات خلصت السطرين، هبدأ اقفل بالشكل ده. هدخل جوه الحلقة بس مش هسحب اللون الاصفر، لا هسحب اللون الجديد اللي انا هشتغل بيه. تمام هقفل باللون الاسود، هشتغل سطر باللون الاسود اهو. تمام ببدأ كده ايه اسحب الخيوط اشدها معايا. الخيط الاصفر انا مش هقصه، لا هخليه معايا هشتغل عليه، هيكون معايا تحت الشغل. ببدأ ارتفع 2 سلسلة زي ما قلنا، هي الخيوط هخليها معايا هلف بيها تحت الشغل. تمام لاني هرجع اشتغل باللون الاصفر تاني، هشتغل نفس المكان عمود بلفة وهكمل بنفس الطريقة فوق كل عمود عمود، فوق كل عمود عمود واحد بس، ونرجع مع بعض نقفل السطر. تمام يا بنات كده وصلنا لنهاية السطر اهو، الخيط الاصفر معايا انا خدته معايا تحت الشغل. هبدأ اقفل السطر ازاي؟ هدخل جوه اول عمود اشتغلته كده اهو، وهسحب اللون الاصفر اللون اللي هشتغل بيه السطر الجديد. شايفين الطريقة دي يا بنات؟ ما بتبينش انا قفلت فين ولا غيرت اللون. تمام هبدأ اثبت كده بس الخيط، وهرتفع 2 سلسلة وهشتغل في نفس المكان عمود. هبدأ خلاص الخيط الاسود انا خلاص هستغنى عنه، هبدأ اقصه. وطبعا الخيوط دي بنضفها معايا اول باول وانا شغالة كده اهو، بس هكمل شغلي بنفس الطريقة فوق كل عمود عمود واحد بس. تمام هنشتغل من غير اي تزايد او تناقص. هشتغل كمان سطرين يا بنات بنفس الطريقة باللون الأصفر. تمام يبقى احنا اشتغلنا أول حاجة دايرة سحرية فيها 12 عمود، بعدها تزايد، بعدها السطر التالت تزايد، بعدها اشتغلنا سطرين باللون الأصفر، سطر باللون الأسود، وهشتغل كمان سطرين باللون الأصفر. كده وصلت اهو لاخر غرزه، بقفل بمنزلقه بثبت بغرزه تثبيت، وببدا ايه اقص الخيط واسحب الخيط كده ايه ثبت الغرزه. الخيط ده طبعا هاخده معايا وانا شغاله هنضفه. تمام بخلي القفله كده اهو ايه تكون من تحت، وهبدا اطبق كده الشغل على بعضه، وهبدا اظبط معايا ايه هبدأ هجيب علامتين 2 مارك بالشكل ده، وهعد 3 عمود، في العمود رقم 4 هبدأ احط علامة بالشكل ده، وهعد 10 غرز، وهبدأ في الغرزة رقم 10 هحط العلامة التانية. تمام كده يبقى انا سبت 3 عمود من كل جنب، وخليت 10 عمود 10 غرز في الوسط بالشكل ده، 10 بالعلامات. تمام يا بنات والقفلة زي ما شفنا ايه هنخليها من تحت. هبدأ اجيب اللون الازرق. تمام زي ما قلنا لو حابة تشتغلي لصبيان هنشتغل باللون الازرق، لو لبنت هنغير بلون بناتي. تمام هبدأ اسحب الخيط بالشكل ده في اول غرزة بعد العلامة،
وهرتفع 2 سلسلة وهشتغل في نفس المكان عمود بلفة، وهبدأ أدخل فوق كل غرزة غرزة واحدة بس عمود بلفة، هشتغل لغاية ما أوصل للعلامة التانية. تمام، وزي ما اتعودنا الخيط بنضفه معايا اهو تحت الشغل أول بأول. تمام، اهو كده انا وصلت لاخر غرزة اللي هي قبل العلامة. ببدأ ارتفع 2 سلسلة، بلف الشغل الناحية التانية، بشتغل في اول غرزة تقابلني فوقيها عمود بلفة، وبشتغل فوق كل عمود عمود، بستمر بنفس الطريقة دي لنهاية السطر. بعديها برتفع 2 سلسلة ولف الشغل الناحية التانية وابدأ سطر جديد، واشتغل بنفس الطريقة دي كام سطر يا بنات هشتغل اهو. هلف الشغل الناحية التانية وهاجي في النهاية هرتفع 2 سلسلة وهلف الشغل، وهبدأ اشتغل رايح جاي عمود بلفة. هشتغل كام سطر؟ هشتغل 7 سطور بنفس الطريقة دي. تمام، وهخلي اخر سطرين معايا هشتغلهم معاكم لاني هعمل فيهم تناقص، وهقول لكم التناقص ده هنعمله ليه. تمام، يبقى هنشتغل 7 سطور رايح جاي ونرجع مع بعض. تمام يا بنات، كده خلصت الـ7 سطور. تمام اهو، هبدأ اعمل ايه الخطوة الجاية. هعد إيه، انا اشتغلت كام عمود في السطر كله، هرتفع 2 سلسلة وهبدأ الخطوة الجاية. هعمل ايه؟ انا عايزة اخلي 6 غرز في الوسط دول هعمل فيهم تناقص، فهبدأ اعد الغرز بتاعتي بحيث اخليهم متساويين واخلي في 6 غرز في الوسط. فانا عديت الغرز بتاعتي فهشتغل 10 عمود، بعديها هيكون معايا 6 غرز، بعديها هيكون 10 عمود، يعني معايا 26 عمود. تمام، هبدأ اشتغل 10 عمود. تمام كده اشتغلت 10، هبدأ بعديها هشتغل 6 عمود بس، هشتغل مش 6 عمود، هشتغل 6 غرز بس غرزة حشو عادية. تمام، غرزة الحشو هو بدخل جوه الغرزة واسحب الخيط واطلع من الحلقتين مرة واحدة. تمام، بشتغل 6 غرز جنب بعض غرز حشو، مش هشتغل عمود، لا هشتغلهم حشو. تمام، هخلص الـ6 غرز، بعديها هكمل شغلي اهو، شايفين كده 6، هكمل باقي الشغل، هلاقي معايا الباقي 10 عمود، هشتغل فوق كل عمود عمود. تمام، اشتغلت لآخر السطر، بعديها ارتفعت 2 سلسلة ورجعت اشتغلت فوق الـ10 كمان 10 لغاية ما وصلت للـ6 غرز اللي انا اشتغلتهم حشو. هبدأ اعمل تناقص في الـ6 غرز دول، هعمل ايه؟ هدخل جوه الغرزة هسحب الخيط معايا حلقتين، مش هكمل الغرزة، هدخل في اللي جنبها هسحب الخيط، بعديها هطلع من الـ3 مرة واحدة. كده عملت تناقص في 2 غرزة، هعمل تناقص كمان في غرزتين بنفس الطريقة. تمام، تناقص بعمل ايه؟ اهو انا بدخل بالابرة كده فاضية، بسحب الخيط، بسيب الحلقتين على الابرة وبدخل في اللي جنبها واسحب الخيط، بيكونوا 3 حلقات بطلع منهم مرة واحدة. تمام كده يا بنات، الـ6 غرز خليتهم 3 غرز، هكمل لنهاية السطر فوق كل عمود عمود واحد بس. تمام، وده اخر سطر خلاص، بعديها هنقفل الشغل بتاعنا اهو. شايفين الجزء اللي في الوسط ده كده، لما هاجي اقفل الشغل بتاعي مش هيكون فيه بوس كده اهو في الكعب، لا هيكون فيه دوران كده في كعب الرجل من الخلف، فبيكون شكله ازرف يعني من اني اقفل الشغل على كده. تمام، هبدأ اقلب السليبر بتاعي بالشكل ده وهقفله. انا ما قطعتش الخيط، الخيط معايا الغرزة زي ما هو، هسحب كده في الطرف التاني وهثبته بغرزة، وهبدأ هعمل ايه؟ هدخل هاخد كل حلقتين قصاد بعض، هسحب بالإبرة بالشكل ده وهسحب بمنزلقة.
بعديها الغرزة اللي جنبها هاخد كل حلقتين قصاد بعض وهسحب منزلقة بالشكل ده، بسحب الخيط واطلع من نفس الغرزة. تمام، هقفل شغلي كله بغرز المنزلقة. ممكن اقفل بإبرة تشطيب، انهي الشغل بتاعي من الاول. بعديها بجيب إبرة التنظيف وببدأ اخيط ايه خياطة عادية كده واقفل الشغل، او ممكن اقفل بغرز منزلقة وممكن اقفل كمان بغرز حشو. تمام كده وصلت لاخر غرزة، ببدأ اقص الخيط، هسحب الخيط بالشكل ده. طبعا الخيوط دي بنضفها تحت الغرز اهو، شايفين شكل اداني دوران ازاي في كعب الرجل كده اهو. هبدأ انضف الخيوط دي. تمام يا بنات، خلاص كده هبدأ أشيل العلامات بتاعتي. الخطوة دي هعمل ايه؟ هبدأ أعمل إطار إيه، هشتغل سطرين كده اهو إيه حلزوني إيه في السليبر كده من فوق. هسحب الخيط باللون الأزرق وهبدأ هشتغل غرز حشو كده ايه على الأطراف بتاعت إيه الغرز بتاعتي. هشتغل غرز حشو كده جنب بعضها. تمام، هسحب كده الخيط وهثبته معايا تحت الشغل وهبدأ أشتغل إيه غرز حشو. هلف شغلي كله تمام لغاية ما أوصل لأول غرزة وهقفل بمنزلقة، وبعديها هشتغل سطر كمان. هشتغل سطرين فوق بعض غرز حشو على الأطراف بتاعة الشغل بالطريقة دي. تمام يا بنات، اهو شايفين كده اشتغلت سطرين فوق بعض بغرز الحشو. هبدأ خلاص في اخر غرزة هثبت كده اهو بغرزة التثبيت وهبدأ اسحب الخيط، وطبعا زي ما تعودنا الخيوط دي بنضفها تحت الغرز. تمام كده تقريبا خلاص الشغل بتاعنا انتهى. زي ما قلنا نقدر نكبر المقاس زي ما احنا عايزين. هبدأ الخطوة الجاية هعمل العيون. العيون انا عملت ايه بنات؟ عملت دايرة سحرية واشتغلت بالداخل 12 عمود بلفة. بعدها اشتغلت سطر من غير تزايد فوق كل غرزة غرزة، بس بغرز الحشو زي البداية. لو فاكرين البداية اشتغلت الدايرة بتاعتي كانت 12 عمود بلفة، هي نفس الطريقة، دايرة سحرية فيها 12 عمود بلفة. بعدها بشتغل سطر غرز حشو فوق كل غرزة غرزة بالشكل ده. ده بيكون شكل العيون بتاعتي. ممكن في الوسط احط زراير، او هشتغل اهو هعمل الخيط بتاعي، هجيب حتة خيط اسود كده اهو بالشكل ده وهلفها حلزوني كده اهو وهلزقها بالشمع. تمام، واعمل شكل العيون بتاعتي. زي ما قلنا نقدر نستبدلها بزراير او نعملها بالطريقة دي، وهبدأ ألزقهم بالشمع. تمام، وشكل البق بتاعه برضو بعمله بإبرة تشطيب. ببدأ أدخل كده في الشغل من جوه وأعمل شكل الابتسامة بتاعته دي. تمام، وده بيكون الشكل النهائي. شايفين بلزقه اهو بالشمع، ممكن اثبته بالخياطه ممكن بالشمع، الشمع ثابت يا بنات مش بيطلع. تمام، وده بنات بيكون الشكل النهائي ايه للكلوك بتاعنا. ايه، يا رب فيديو النهارده يكون خفيف عليكم واكون قدرت اوصل لكم الطريقه الفكره بطريقه سهله، وان شاء الله تقدروا تنفذوه بكل سهوله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك، لايك بليز يا بنات. ايه، وشير في الفيديو لو انتي مش مشتركة معايا في القناة، انزلي اعملي اشتراك للقناة وفعلي زر الجرس، وما تنسوش اللايك. دمتم في حفظ الله.